اللاعب ماركينيو. كرة قوية من ماركينيو بيمين تمر على يسار الحارس انتوني روساتي، هيه اللاعب لاميلا، وخطأ دفاعي قاتل من لاعبي نابولي، وهدف أول لفريق روما يسجل اللاعب البرازيلي ماركينيو بالدقيقة 47 من عمر المباراة، هدف مبكر في شوط ثاني. كرة من جديد ملعوبة، لاميلا كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، يا الله جول، الله جول جول، اللاعب دي سيترو ماتيا دي سيترو يسجل الهدف الثاني لفريق روما. ماتيا دي سيترو بالدقيقة 59 من عمر المباراة، بالدقيقة 59 من عمر المباراة دي سيترو يسجل الهدف الثاني بخطأ قاتل من دفاعات وحارس مرمى نابولي، ويسجل هدف الشخص السادس بعد أن سجل في شباك بيسكارا وفي شباك سيينا هدفين وفي شباك بيسكارا من جديد وباليرمو، وخطأ قاتل لحارس المرمى أنتونيو روساتي يسجل من خلال اللاعب دي سيترو هدف ثاني، هدف أمان واطمئنان لفريق روما في شباك نوبا. فريق روما يريد أن يثأر من الهزيمة القاسية في المرحلة الأولى في لقاء الذهاب بأربعة أهداف لهدف، ولاحظ الكرة، حارس المرمى روزاتي يتحمل مسؤولية الزمالي على التنفيذ، كرة ملعوبة ويبعتها الحارس، كرة خطرة كفاري، جول جول، هدف التخليص يسجل اللاعب كفاني ويسجل هدف 29 هذا الموسم بالدقيقة 84، اللاعب إيدنسون كافاني يسجل الهدف الأول ويقلص النتيجة لصالح نادي نابولي. وشوف الكرة ترتد من الحارس، ترتطم بوجه اللاعب كلايو ويكملها كافاني إلى داخل الشباك، خروج غير حاسم من الحارس بوغدان لوبونت، كان بإمكانه أن يمسك الكرة لكن بقبضة إيده ترتطم بمهاجم نابولي كلايو ويكملها إيدنسون كافاني.